تواصل مصر جهودها المكثفة في تجهيز وإرسال عدد من المساعدات الإنسانية الموجهة للأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة من بوابة معبر رفح المصري متجهة لمنفذ كرم أبو سالم. يأتي ذلك فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها التعسفية التي تحول دون إدخال أكبر عدد من هذه المساعدات. المزيد من التفاصيل مع زميل محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري إلى هناك. نعم مشاهدينا الكرام، الجديد لدينا الآن هو أن قوات الاحتلال الإسرائيلي سمحت لعشر من الشاحنات التي تحمل محروقات بتفريغ حمولتها بالكامل. هذه الشاحنات هي عبارة عن 6 من السولار وأربعة من الغاز الطبيعي. بالفعل هذه الشاحنات يعني عادت إلى الأراضي المصرية بعد عبورها معبر رفح المصري. هذا بالإضافة إلى أن بالنسبة لهيئة المعابر والحدود في بيانها أكدت أن 32 من الشاحنات عبرت اليوم معبر رفح إلى كرم أبو سالم، 25 منها فرغت حمولتها، واثنين من هذه الشاحنات تحمل بعض المساعدات الطبية لم يسمح لها بتفريغ هذه الحمولة وعادت مرة أخرى إلى الأراضي المصرية. فيما يخص الوضع الميداني، بالفعل زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بقصف العديد من الأماكن في أماكن متفرقة، أنحاء متفرقة من مدينة رفح الفلسطينية. وبالفعل الآن نسمع يعني صوت الطائرة، هذه الطائرة يعني تصدر أصواتا مزعجة للغاية، هي بالنسبة للاجئين وبالنسبة لسكان مدينة رفح هي بمثابة إنذار في أن هذه المناطق ربما سوف يكون هناك فيها قصف من قبل الاحتلال الإسرائيلي. واليوم كان بالفعل هناك يعني انفجار كبير وقصف كبير لبعض المباني السكنية داخل مدينة رفح الفلسطينية، تصاعد على إثرها العديد من الأدخنة الكثيفة والتي تنم على أن هذا الانفجار هو أو هذا القصف أو النسف كان انفجار كبير للغاية. نؤكد أيضا أنه على الجانب الاجتماعي وفيما يخص قطاع غزة هناك الأوضاع في غاية السوء، خاصة في انهيار المنظومة الصحية ويعني استهداف بعض الأماكن اللوجستية الخاصة بمكاتب الأمم المتحدة في قطاع غزة. هناك طبعا انهيار كبير في المنظومة الصحية والاجتماعية والعديد من المرافق. كل هذه الأمور أدت بشكل يعني سريع إلى تفاقم يعني القضية الفلسطينية وقطاع غزة. نتحدث عن أيضا انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة الأمراض الجلدية داخل القطاع وما بين اللاجئين، نظرا طبعا لتدهور الحالة الصحية والمنظومة الصحية. لكن على أي حال هذا هو المشهد لدينا الآن من أمام معبر رفح المصري، ونتابع معكم يعني أول بأول ما يجد من جديد، وسوف نوفيكم فيما جديد في نشرتنا الإخبارية. وأعود إليكم مرة أخرى.